إن شاء الله وأفتكر. يا أهلا ومرحبا، هلا بك. شنو دفاعك عن رواية بدلة العرس؟ أنت تقول الحديث على مزاجك. أنا ما مقوله، أنا سألتك، شوف خليك منصف. منصف، أنت تقول الحديث على مزاجك. أنا سألتك من زمان على اليوتيوب. أنا سألتك أنت تعترف بالبخاري ومسلم صح؟ أنا سألتك بهاي الرواية، ما عليك بغير أشياء، تفضل. ماشي ماشي، ما أنا معاك، هجيب لك الرواية وأرد عليك. تفضل يلا. أنت تعترف بالبخاري ومسلم عشان كده جايب الحديث من صح مسلم صح؟ نعم نعم. بصحاح البخاري ومسلم صح؟ نعم. إيه رأيك في حديث صحيحين بقى، البخاري ومسلم، من حديث عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم سألته فقلت من أحب الناس إليك؟ يا رب الله. قال عائشة، قلت من الرجال، قال أبوها. النبي يوم اللي قال أحب عائشة وأبوها، أحب عائشة وأبوها، أيوة، ولا مؤاخذة كان يهجر، ولا مؤاخذة. والدليل ما هو أنا جايك على الدليل، أنا جايك والدليل لما مات راحت لبست بدلة العرس لأيمن الحبشي. رايح فتح باب الاجتهاد عند موته، ورايح عايل ما تكتبوش، ما تدلوش الورقة اللي عشان يكتب بها الحديث الذي لن تظل الأمة من بعده. فالنبي حينما كان يهجر بكتابة الوصية كان يهجر حينما قال إني أحب عائشة وأبوها. الله، ايش 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 ما سمعت والله صدق. شكرا لك، اسمع ان شاء الله الاتصال من الشاشة. شكرا لك، مع السلامة. كل اجوبة جديدة هذه، ما مطروحة ابد، يعني حقوق الطبع والنشر محفوظة.